السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جميله جدا 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 لمواليد برج العقرب. برج العقرب، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. تعالى يكون عندك خير وعندك شفاء الفتره اللي جايه، بس ركز معايا كويس جدا في القراءه بتاعتك وفي الصوره اللي هتطلع عليك، والصوره اللي هتنطبق عليك هي هتكون طاقه ايجابيه باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. صلي لي بقى على الحبيب واستغفر ربنا على قد ما تقدر، وزي ما قلت لك ادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، ومن خلال الصوره بتاعتك اللي هتنطبق عليك هي اللي هتقراها الفتره اللي جايه يا برج العقرب. بسم الله. صوره الاسراء، طلعت لك صوره الاسراء، ده بيدل على تحقيق الاحلام عندك، وان انت الفتره دي عندك حلم هيتحقق باذن الله. برج العقرب، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ركز معايا كويس جدا في قراءتك، اهم حاجه دلوقتي انت شايل هم كبير فوق كتفك، الهم الكبير ده مخليك عايش بعذاب وألم. في حاجه انت مخبيها على الشريك، الحاجه اللي مش مخبيها على الشريك دي، رغم ان انت كتاب مفتوح، رغم ان انت طاقه كده مفتوحه ما بتعرفش الكذب ولا بتعرف النفاق، ودايما اقول لك ان كلامك دبش مع الناس، كلامك دبش مع الاخرين. عندك انسانه او عندك ست كبيره عجوزه، الست الكبيره دي في السن دايما بتزود همك، دايما بتبين لك ان هي بتدعيلك، بس هي مش بتدعيلك، هي انت، هي حاسه ان انت ماشي ومش سامع كلامها، وعشان كده دايما بتدعي عليك بس قدامك بتدعيلك. الفتره دي كمان عندك تحديد مصير في حاجات كتيره جدا، انت حاطط الهدف قدامك وعمال تحدد في مصيرك وتحدد ازاي هتعدي الايام دي. عشت اكتر من سنه كنت فيها عذاب، وحان الوقت ان انت تعيد حساباتك. عندك فضل انت هتعمله، او عندك كده طاقه ايجابيه، في خير ليك حلو جدا. انت دايما في شويه عنف، بتتعامل بعنف مع الاخرين، بتتعامل كده بتلقائيه اكتر، والتلقائيه دي مخلياك انت في شويه حيره. ده بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في حد ظلمك وكسر بخاطرك. كمان الفتره دي انت بتحاول تهدي نفسك باي طريقه، بتحاول ان انت تهدى خالص وتتعامل بما يرضي الله مع الاخرين اللي في حياتك. عندكم زياره، عندكم لقاء، عندكم حد هيجاوب معاكم، والقعده هتكون لطيفه وهتكونوا مبسوطين جدا بالقعده دي. البعض منكم مراقب، البعض منكم عنده عين متراقبه، البعض منكم بتراقب من على جميع المواقع، وفي نفس الوقت انتوا ناويين تغيروا السكن اللي عندكم حاليا بقدر المستطاع، عايزين تطلعوا منه. عندكم قعده، والقعده دي انتوا هتقولوا الحق، وهيبقى في القعده دي شخص دمركم واكل من حقكم كتير جدا، او شخص بمعنى اصح ظلمكم واتكلم عليكم في كذا حاجه. فعشان كده دايما هتكونوا اصحاب حق، اصحاب شخصيه عظيمه، صحاب تلقائيه في حياتكم. كمان انتوا هنا في استعجال، عندكم مستعجلين في حاجه، في امر معين حاطينه ببالكم ومستعجلين عليه الله اعلم، بس انتوا الفتره دي من كتر الاستعجال عندكم بداتوا انتوا مش عارفين عايزين ايه او في ايه. البعض منكم حاسس ان هو مذبوح بسكينه تلمه، حاسس ان هو مذبوح وبيتعذب، رغم ان انتوا بتسعوا الفتره دي من تحقيق الحلم وتحقيق النجاح اللي عندكم، ودايما هيكون عندكم شكرانيه تاما في التعامل، في الاخذ والعطاء. انتوا بتحبوا تدوا كتير بس ما بتحبوش تاخدوا، يعني انتوا بالمود ايه، ايدكم كريمه جدا، ايدكم وشكم بشوش، بتتعاملوا مع الناس بما يرضي الله، بس انتوا هنا محطوط عليكم من حد بطريقه سلبيه. كمان البعض منكم انتوا عندكم، يعني البعض منكم ممكن يكون عنده طاقه معينه، اذى في حاجه معينه، انتوا بتنظرين للايام اللي جايه بطريقه مختلفه، بس في حظ بينكم وبين حد، يعني انتوا محظورين من حد حذركم الله اعلم، في بلوك عندكم هيتفتح الفتره دي. كمان انتوا هنا عايشين مع بعض الاخرين بذل، عايشين ببعض الاخرين بكسره قلب. البعض منكم ممكن يكون في علاقه زلال، بعض منكم ممكن يكون في علاقه سلبيه، علاقه تعباه جدا وتعبه جسده، فعشان كده هو مفكر ان هو يشتغل بطريقه ايجابيه. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هيبقى عندكم حد كبير، الحد الكبير ده فعلا هيطبطب عليكم وانتوا هتتكلموا معاه بطريقه ايجابيه،
وبعد ما هتتكلموا معاها هتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم، وان ربنا فعلا هيخفض جواكم الالم والحزن اللي جواكم. عندكم كمان هنا حد صغير، الحد الصغير ده انتم متعلقين بيه بشكل كبير جدا وبتحبوه بكل الطرق. يعني الشخص ده طفل صغير انتم بتحبوا جدا تشوفوه، بتحبوا جدا تتكلموا معاه، بتحبوا جدا تتعاملوا معاه. انتوا هنا في حد اكل حقكم، انتوا مساكين جدا في التعامل بس عليكم ندر، الندر ده لازم الفترة دي تقفوا بيه. عندكم اخوات مش حابالكم الخير، بيتعاملوا معاك بكده بطاقة سلبية، الاخوات دي مش حابالكم الخير فعلا، حابة تأذيكم بأي طريقة، حابة ان هي توقعكم في طريق سلبي، في طريق اذى، في طريق تعب، الله اعلم. بس انتوا زي ما قلت لكم انتوا ماشيين جنب الحيط، مش ماشيين بأي طريقة تانية، ماشيين جنب الحيط، فعشان كده دايما هيجعل لكم ربنا في كل خطوة سلامة. سمعتوا خبر ضايقكم، سمعتوا خبر تعب نفسيتكم، سمعتوا خبر بمعنى أصح حسيتوا ان الخبر ده ايه ده، انتوا اتصدمتوا جدا لما سمعتوا الخبر ده، وعشان كده خدتوا قرار حاسم في الموضوع ده، خدتوا قرار كده بشكل كبير، خدتوا قرار كده انتوا مش عارفين القرار ده خدتوه ازاي، بس كل اللي عليكم ان انتوا خدتوا القرار ده علشان خاطر تشوفوا الايام اللي جاية بيبقى فيها ايه، او تشوفوا الايام اللي جاية هتمشي ازاي معاكم. كمان انتوا هنا عايزة اقول لكم ان انتوا حد بيدور وراكم، حد من ابراج هوائية، حد كده بيحاول ان هو يفتش وراكم بأي طريقة، وانتوا برضو حراسيين جدا الفترة دي ان انتوا ما تقعوش في غلط او تقعوا في خطيئة او تقعوا في ذنب معين، الله اعلم. بس انتوا خلوا بالكم دايما انه في حد عندكم بيحاول يدور وراكم، عندكم حد مخلص ليكم جدا، بيحب جدا يساعدكم في كل حاجة، بيحب جدا يقف معاكم، بيحب جدا ان هو يعني يقف يكون ظهركم، يكون سندكم في الحياة، الله اعلم اللي بالرابط اللي بينكم اذا كان صديق او حبيب، حد مقرب ليكم بمعنى اصح. طبعا الشريك الفترة دي، الشريك الفترة دي في حيرة، الشريك الفترة دي في دوخة، الشريك الفترة دي مش عارف ياخد قرار ولا عارف يتعامل ازاي معاكم، وعشان كده انتوا ممكن تكونوا بتفكروا الفترة دي ان انتوا تبعدوا حبة وقت لحد ما تشوفوا الدنيا هتترتب ازاي، او بمعنى صح تشوفوا الدنيا هترسى فيها ايه. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الفترة دي هيبقى فيه اتخاذ وعطى عندكم، وهتنظروا للحياة بشكل مختلف، وان شاء الله كمان هيبقى فيه يعني حاجة كده جديدة هتحس ان هي غمرت قلبكم بالطريقة الايجابية. العمل الصالح بتاعكم دايما هو اللي بينجيكم من اي عذاب. في واحدة ست انتوا كنتوا ماشيين وراها، الست اللي كنتوا ماشيين وراها دي كانت سلبية جدا، وده اكبر غلط ان انتوا فضلتوا تمشوا وراها، تعبتوا واتأذيتوا وحسيتوا قد ايه ان انتوا اللي بتعملوه ده غلط خالص، علشان الست دي عايزة فعلا تخرب بيتكم وعايزة توقعكم في شر اعمال هي انتوا مالكمش اي دعوة بيها. انتوا ممكن فعلا تكونوا بتمشوا يعني في ماشيين في طريق اذى ليكم انتوا مش لحد، بس تعبانين يعني ممكن تكونوا انتم من وقت للتاني بيجيلكم نفور من الشريك بطريقة كبيرة جدا، ومبتبقوش عايزين تتكلموا معاه ولا عايزين تتعاملوا معاه خالص، وبتبقوا كارهين، وده ساعتها بيدل على الحسد الشديد. انتوا دايما متفوقين في كل حاجة، بس عندكم حد بيخون وحد بيخدع وحد بيظلم. كمان انتوا عندكم الفترة دي هتمسكوا قلم وهتمضوا امضة، الامضة دي هتكون خير ما تقلقوش خالص، الامضة دي هتكون خير ليكم انتوا، لا اما كتب كتاب، لا اما شهادة على حاجة، لا اما توقيع على سفر، توقيع على ورق مهم جدا ليكم. كمان البعض منكم عنده حاجة تخص البنك، عنده فلوس في البنك، عنده ورق يخص بنك، الله أعلم. بس انتوا عندكم حاجة تخص البنك الفترة دي، وان شاء الله بإذن الله الطاقة الإيجابية اللي انتوا مستنيينها هتلاقيها على جميع الأسر بتاعتكم، فبلاش الهم وبلاش التوتر اللي عندكم واللي ملازمكم على الفاضي وعلى المليان. كمان انتوا حاسين بالنبضات كده الغريبة جدا في جسمكم، حاسين بالتوتر والحيرة رغم ان انتوا متألقين جدا في كل خطواتكم. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد هتكونوا من العشرة الأوائل في كل حاجة، هتكونوا دايما مميزين في كل حاجة، أو انتوا دايما بتميزوا نفسكم في كل حاجة، فانتوا عندكم تميز، عندكم خير، عندكم طاقة إيجابية، عندكم طاقة عامة أو طاقة جديدة، الطاقة الجديدة أو الطاقة الإيجابية ليكم دي طاقتكم انتوا، أو هدفكم انتوا، أو تحقيق حلمكم انتوا، أو تحقيق النجاح بتاعكم، الله أعلم. بس انتوا ما شاء الله عليكم خلاص
هتشيلوا الغشاوة اللي على عينكم علشان تشوفوا كل واحد عايز منكم ايه، تشوفوا الناس اللي حواليكم ملازماكم ليه، تشوفوا كل شخص في حياتكم بيتعامل معاكم ازاي، تشوفوا كل شخص في حياتكم انتوا ماشيين فيه ازاي، بتسعوا ازاي، بتتكلموا ازاي، بتتعاملوا ازاي. بدأت كل حاجة تتغير عندكم، بدأت كل حاجة تتعاملوا معاها عندكم بما يرضي الله. بس في رعشة وفي ضربات قلب سريعة وفي هزة كده بتجيلكم في جسمكم بشكل كبير جدا. في حاجة معينة كده حاسين بيها، بدأ دم يعني انخفاض في ضغط، انخفاض في سكر، في حاجة عندكم انتم ملازماكم بتاخدوا لها علاج، او بدأ يعني في حاجة عندكم مأثرة عليكم يعني مخلياكم دايما مش عارفين تاخدوا قرار. اقدر اقول طبعا ان في ناس هنا بتعالج في جسمها، بتعالج في شعرها، في ناس ناوية تعمل عملية عندكم. عندكم الطفل، وزي ما قلت لكم الطفل اللي هو جميل الصغير ده اللي انتوا بتحبوه، الطفل ده تعبان شوية، الطفل ده مأذي شوية من العين، ان العين جاي عليه بطريقة كبيرة جدا، العين فعلا مؤثرة عليه، مخليه دايما عنده تراجع، مخليه دايما عنده مشاكل سلبية هو بيعاني منها، او بمعنى اصح ضغوط مؤثرة عليه في حياته الفترة دي. كمان بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، انتوا هنا هتكونوا من الناس المبشرة بالخير، لان انتوا هتقعدوا قعدة حلوة جدا مع ناس لطيفة، مع ناس كلها طاقة ايجابية، مع ناس فعلا هتتعامل مع انتوا هتتعاملوا معاها بما يرضي الله، او هيبقى في تعامل حلو بما يرضي الله. ليه؟ علشان انتوا شفتوا اذى كتير جدا في حياتكم، وشفتوا ظلم كتير جدا من الاخرين. ودايما اقول ان انتوا اوعوا تستعجلوا في اي حاجة مادام هي خير ليكم. ليه؟ علشان الاستعجال بيوقعكم في مشاكل، الاستعجال بيخليكم انتوا تزعلوا وتتعبوا نفسيا وجسديا. فعشان كده ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم دايما كل حاجة فيها طاقة ايجابية. وفي نفس الوقت انتوا كمان هيكون عندكم دعم حلو جدا على جميع الاصعد. ليه؟ علشان انتوا طاقتكم ايجابيه وطاقتكم مفتوحه، والاخبار عندكم جميله جدا، وحسن الحظ حلو جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الطاقه عندكم عاليه قوي الفتره دي، ان انتوا تحصدوا وتسعوا، انتوا ماشيين في طريقه وماشيين في مجال، ماشيين في حاجه معينه، المجال او الطريقه او الحاجه اللي هي انتوا ماشيين فيها حرفيا دي حاجه خير، حاجه طاقه ايجابيه، حاجه فرج ليكم انتوا ولحياتكم. البعض منكم هنا يعني واقع في مشكلة وعايز يحلها، عايز فلوس سلف، مستني فلوس من حاجة الله أعلم، بس انتوا عندكم طاقات ايجابية وعندكم اخبار حلوة جدا، وفي نفس الوقت الطاقة بتاعتكم عالية في قمة الازدهار. ليه؟ علشان ربنا حكيم جدا بكل التعامل بينكم، حكيم جدا بكل اللي انتوا بتعملوه في حياتكم. وكمان الفترة دي مش عارفين تاخدوا نفسكم بسبب الكلام السلبي اللي عليكم، بسبب انه في ناس كتير جدا حاطه عليكم بشكل كبير، فانتوا بتقرروا قررتوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، وقررتوا ان انتوا تعملوا حاجات كتيره جدا جديده. وزي ما قلت لكم انتوا بتجيلكم وجع في كتفكم، بتجيلكم دوخه، بتجيلكم نغزات، بتجيلكم ضربات قلب سريعه، وما بتبقوش عايزين تشوفوا، مش شايفين انتوا اصلا اي حاجه قدامكم، وبتحطوا ايدكم على الحيطه وبتسندوا بسبب الالم اللي عندكم، وبسبب ان انتوا العيون دايما مقصره عليكم. في حاجة انتوا بصلها من بعيد ومستنيينها تحصل عندكم بأي طريقة، بتبصلها كده من بعيد وبتقولوا يا رب امتى الحاجة دي تحصل. كمان البعض منكم هنا حاطط كذا حاجة قدامه، اللي عايز يشتري، يعني انتوا ممكن تكونوا شغالين في العقارات، عايزين تشتروا شقة، عايزين تشتروا حاجة معينة الله أعلم، بس انتوا عندكم شراء. وخلي بالكم انتوا الفترة دي بتحضروا تهدوا حد هدية، يعني انتوا هيجيلكم اليومين اللي جايين دول، او انتوا حاليا او الايام اللي جايه بتفكروا تهدوا حد هديه، بتفكروا تقفوا جنب حد، بتفكروا تساعدوا حد، بتفكروا ان انتوا تطلعوا نفسكم من اي ضغوط انتوا بتمروا بيها الفتره دي. ليه؟ علشان الظلم اللي انتوا فيه حياتكم مكفيكم، فمبقيتوش ناقصين اي حاجه، ولا بقي فيكم حتى اي طاقة للتأثير السلبي. ليه؟ علشان ربنا بإذن الله هو كبير عليكم، ربنا هو اللي هييسر امركم وهيفوض الحاجات السلبية اللي انتوا بتمروا بيها على جميع الاسعد. كمان العجلة بتاعتكم هتدور وهيشربوا من نفس الكاس اللي انتوا شربتوا منه، وتأكدوا كويس جدا من الكلام ده، فبلاش ان انتوا تتكلموا عن اي حاجة خير انتوا عملتوها، انتوا بس اكتموا وداروا وشوفوا بنفسكم، وهتتفرجوا على
كل من اذاكم في حياتكم. مين الشخص او انتوا او مين اللي عندكم دايما بيهتم جدا بنفسه، دايما يعني طاقته كده ايجابية، دايما عنده اهتمام بالنفس، دايما عنده طاقة ايجابية، دايما عنده دعم، دايما عنده كده حاجة جديدة، حاجة مختلفة، الله اعلم، بس عنده كده، عنده كده طاقة مختلفة، عنده كده حب للتملك، حب النفس، حب الحياة بتاعته، والله اعلم. فعشان كده انتوا الفترة دي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد هتكونوا في قمة الازدهار وهتكونوا في قمة العليا. ليه هتكونوا في قمة الازدهار وهتكونوا في قمة العليا؟ علشان الطاقة بتاعتكم عالية جدا، علشان الطاقة بتاعتكم فيها دعم حلو قوي، وهتكونوا مبسوطين على جميع الاسر. كمان انتوا الفترة دي في تكفية بنفسكم وفي طاقة ايجابية حلوة جدا، وفي نفس الوقت هيكون يعني حد هيتعرف عليكم، حد هيدخل حياتكم الفترة دي، وافتكروا الكلام ده كويس جدا، ممكن يدخل من على السوشيال ميديا، ممكن يدخل من مقابلة صدفة، وهتكونوا مبسوطين جدا بالمكالمة دي او بالحاجة المعينة دي. هتكونوا دايما في تألق كده، ودايما في ازدهار بالنفس، ودايما هتحسوا ان ربنا كريم جدا عليكم، وان ربنا عاطفي قوي عليكم وعلى حياتكم. فما تقلقوش خالص من اي اذى عندكم، ما تقلقوش خالص من اي ظلم وقع عليكم خالص. اتأكدوا ان في اقرب وقت او في احسن وقت ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم كده يعني لو انتوا كنتوا في يوم من الايام مذلولين لحد، او كنتوا في يوم من الايام كده تعبانين نفسيا، انتوا ما تعرفوش ربنا مكتب لكم ايه، ربنا مخبي لكم ايه، ربنا هيبشركم ازاي في كل خطوة او في كل سلامة او في كل طريقة او في كل حاجة معينة في حياتكم. دايما اقول لكم ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوة طريق حلو جدا، انتوا ما تقلقوش خالص، والله العظيم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطركم وهتتفرجوا. ليه؟ علشان انتوا عشتوا ايام فيها الم، عشتوا ايام فيها خذلان من ناس كتيرة جدا، عشتوا ايام ما حدش يعلم بيها الا الله، يعني محدش يعلم بيها غير ربنا سبحان الله وتعالى، لدرجة ان انتم حد رمى عليكم طوبة، الطوبة دي كانت حريق بالنسبة لكم. كمان البعض منكم انتم هنا عنده علامة في جسمه، العلامة دي دايما بتميزه عن اي حد، العلامة دي مازالت موجودة، مازالت في ايده، في رجله، في جسمه، بمعنى اصح في علامة عندكم في حياتكم، العلامة دي واخده منكم جزء كده كبير، او كل شويه تبصوا عليها، كل شويه تفتكروها، عايزين تعالجوها، تعباكم، الله اعلم العلامه دي ايه صلتها بيكم، بس هي فعلا ملازماكم في كل خطوه انتوا بتخطوها. كمان انتوا هنا بتحاولوا الفترة دي تكفوا نفسكم عن اي حاجة، ما بقيتوش مستنيين حد حاجة، مستنيين مش مستنيين من حد بمعنى اصح اي حاجة، حتى لو طبطبوا انتوا بتطبطبوا على نفسكم، بتداووا نفسكم، وبتعالجوا نفسكم، وبتعملوا كل حاجة لنفسكم. ليه؟ علشان انتوا شايلين الهم الكبير وشايلين الحمل الكبير على كتفكم. فزي ما قلت لكم انتوا عندكم عدالة، وعندكم خروج من الالم، الالم الشديد اللي انتوا عايشين فيه، او الحاجة الطاقة اللي مأثرة عليكم انتوا. ليه؟ علشان خاطر طاقتكم بإذن الله هتكون عالية، وهترفعوا ايديكم لفوق، وهتفعلوا من تشاءوا بما يرضيكم انتم. كمان انتم الفترة دي في حد هيجيلكم وهيستعجلكم في قرار، او هيعرض عليكم عرض، علشان انتم تكونوا مستعجلين، لا انتم ما تستعجلوش خالص، عشان هو العرض كده كده من نصيبكم، فانتم بلاش تتحسسون ان انتم يعني ما صدقتوا ان القرار جالكم، ما صدقتوا انه في حاجة، لا اتكلموا بالراحة واتكلموا بعقل اكتر، وخدوا في الامور وانتم، وبعد كده قولوا رأيكم اللي انتم عايزين تقولوه بالطريقة اللي تريحكم، بالطريقة اللي انتم عايزينها. وزي ما قلت لكم انت عندكم خير حلو قوي، الخير اللي جاي لكم ده هتحسوا قد ايه ان هو طبطب من عند ربنا، وهتحسوا قد ايه ان هو دعم ليكم على جميع الاصعب بتاعتكم. ودايما اقول ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم دايما ايد ممدودة ليكم تساعدكم في الوقت اللي ممكن تقعوا فيه، او في الوقت اللي تحسوا انه مفيش حد جنبكم. ليه؟ عشان دايما ربنا عالم بنفوسكم، عالم دايما ان انتوا كنتوا طول حياتكم بتفعلوا الخير، وكنتوا دايما مغفلين بمعنى اصح، او كنتوا دايما يعني بتحسوا ان بعد ما بتقدموا الخير بتحسوا ان انتوا ايه ده اللي انتوا عملتوه ده، مفيش اي حاجة نفعت عليكم. كمان البعض منكم واخد صدمة في حياته كبيرة جدا،
اللي راح عمل فحوصات، اللي راح كان بيتعالج عند دكتور نفساني، الله اعلم. بس انتوا حصل عندكم طاقة سلبية، حصل عندكم ضغط نفسي في حاجات كتيرة جدا، ما بقيتوش عارفين عايزين ايه او تعملوا ايه، او ايه اللي حصل عندكم ليه من كتر الضغوط اللي كنتوا شايلينها فوق كتفكم، من كتر الطاقات اللي كانت متوزعة عليكم. طيب هتفضلوا كده لحد امتى؟ لحد ما ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلامة من الطريق اللي جاي. وزي ما قلت لكم انتوا قربوا من ربنا، الطبيعة بتاعتكم ملازمة مخلياكم دايما عندكم ضغوط سلبية، ودايما عندكم توقعات تعباء جسمكم، بتصحوا من النوم كسلانين، خمول، ارهاق، تعب بكل الطرق. ليه؟ علشان خاطر حاسين ان الضغوط اللي عندكم دي مأثرة عليكم في كل حاجة. فعشان كده ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم في كل خطوة فيها سلامة ليكم. كمان انتوا هنا يعني ساكتين وبتفكروا في حاجة عايزين تحققوها بأي طريقة، الحاجة دي في صالحكم، فكروا فيها بقدر المستطاع، هي اللي صالحكم. في حد عندكم ماشي في طريق سلبي، أو ماشي في طريق مش خير، ماشي في طريق، يعني الحد اللي عندكم ده بيتعاطى مخدرات، بيعمل حاجات سلبية، فانتوا عمالين تتكلموا معاه، عمالين تتعاطفوا معاه وتقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط، الطريقة اللي انت ماشي فيه ده غلط، وهو مش معبركم ولا حتى سامع لكم كلام. الحد ده موجود في حياتكم، وزي ما قلت لكم هو ممكن يكون من المقربين ليكم جدا انتوا، فعشان كده انتوا ما بقاش يفرق معاكم اي حد، ولا بيتعامل مع الشخص ده بيتعامل معاكم ازاي. ماشيين بما يرضي الله، وربنا هو اللي كريم عليكم، وهو اللي عارف ان انتوا اتألمتوا كتير جدا في حياتكم، وشفتوا او شربتوا اللي مكفيكم بكل الاسرع بتاعتكم. كمان انتوا هنا بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في هم كبير، والهم ده هينزاح كلها كام يوم بالظبط، وهينزاح من على كتفكم وهيروح خالص، وهتحسوا ان ربنا كان كريم عليكم وكان دايما بيطبطب على جميع الاسر بتاعتكم. ما تقلقوش خالص لما الهم بتاعكم يزيد، ما تقلقوش خالص لما المشكلة بتاعتكم تزيد، ما تقلقوش خالص لما كسرة القلب تبدأ يعني تتأذي كده شوية. اتأكدوا تماما ان ربنا كريم عليكم وبيبشركم. البعض منكم في حاجة كل ما بتيجي ميعادها بيتألم، يعني ممكن يكون في وقت معين كل ما بيجي الميعاد بتاعه او بتاعها، او معنى اصح الميعاد في ألم عندكم. يعني ما بعض منكم ممكن يكون واخد حقنة لما بيجي ميعادها الفترة اللي جاية بيتألم، البعض منكم كان تعبان فلما بيفتكر الذكرى بيتألم، الله اعلم. كل واحد عنده صلة او كل واحد عنده حاجة معينة تعبان. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لكم كل ما هو جميل. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تبلغوني في الكومنتات ان القراءة بتاعتنا النهاردة عجبتكم، علشان دايما اهتم بفيديوهاتكم وانزل لكم قراءات جديدة وحصرية على قناتنا. تحياتي لكم.